الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمنا فيديوهات سابقة قبل كده عن الأعشاب الطبية، وقلنا إن الأعشاب الطبية قدر استخدامها في مجال صناعة الدواجن كإضافات أعلاف وإضافات على المية بالنسبة للدواجن. قلنا إن دي حاجة كويسة جدا، إن معظم المربين بدأوا يرجعوا للطبيعة، دي بيقلل آثار الأدوية في جسم الطائر، بينعكس على صحة الطيور، وبالتالي بينعكس على الإنسان اللي بيستهلك لحوم الطيور في النهاية. لكن نتذكر الأعشاب الطبية كإضافات أعلاف بالنسبة للدواجن تستخدم كوقاية من الأمراض فقط وزيادة مناعة الطائر، لكن لو ظهر المرض على الطيور لازم نتدخل بالأدوية الكيماوية، لأن الأعشاب الطبية تأثيرها في علاج المرض بيبقى قليل جدا. تاني حاجة، إن الأعشاب الطبية ما بتغنيش عن التحصينات ضد الأمراض الوبائية. الأمراض الوبائية زي ما قلنا قبل كده إن يكاسل مثلا الجمهور الإنفلونزا، فالأمراض الوبائية لازم لها تحصينات بتمنع هذه الأمراض وبتقلل أثارها لو جات. الأعشاب الطبية ما تقدرش تستغنى بيها عن التحصينات ضد الأمراض الوبائية. ثالث حاجة، إن الأعشاب الطبية دي لها جرعات، لازم تلتزم بالجرعات بتاعتها عند إضافتها للأعلاف في الدواجن أو إضافتها في المية بالنسبة للدواجن. زيادة الجرعات عن الحد المطلوب بيؤدي إلى نتائج عكسية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البصل. البصل أو مسحوق البصل ده ممكن نستخدمه كإضافات أعلاف بالنسبة للدواجن، والبصل ده له فوائد كتير. نعرف الفوائد بتاع البصل الأول قبل ما نقول الجرعات اللي احنا بنضيفها للدواجن. أهم استخدامات البصل، إن البصل ده يعتبر كمضاد حيوي طبيعي. مضاد حيوي طبيعي يعني هو بيخلص من البكتيريا الضارة الموجودة في أمعاء الطائر، سواء كانت بكتيريا سالبة الجرام أو مضرة الجرام زي السالمونيلا زي الإيكولاي زي الكوليستريا. البكتيريا دي بتبقى موجودة في أمعاء الطائر بنسب معينة ونسب قليلة، لو زادت البكتيريا دي وزاد نشاطها بتؤدي إلى ظهور الأمراض وبتؤدي إلى ظهور الإسهالات وبتؤدي لمرض القطيع ونفوق القطيع بتاعك. يعني استخدام من استخدامات البصل، ان البصل طبعا زي ما انت عارف انه بيبقى له رائحه نافذه، الرائحه دي بتساعد الطيور انها بتقبل على العلف وبيفتح شهيه الطيور انها بتقبل على العلف، فبالتالي بيزود استهلاك العلف، فبالتالي بينعكس على وزن الطائر في النهايه. البصل ايضا يساعد على تنشيط انزيمات الهضم، انزيمات الهضم اللي بتبقى موجوده بتفرز في القناه الهضميه وبتساعد على هضم الطعام. البصل بينشط الانزيمات الموجوده في القناه الهضميه، فبالتالي بيساعد على الاستفاده من الطعام، بيساعد الطائر على هضم وامتصاص الطعام، فبالتالي بينعكس ده على الاوزان وبينعكس على تكوين اللحم في النهايه، وبيديك طائر اوزان عاليه مع معدل تحويل كويس. ايضا من ضمن استخدامات البصل ان هو بيستخدم كمنشط مناعي او رافع للمناعه. فاستخدامات البصل كرافع مناعة بيساعد الطائر ان هو يقدر يصد الامراض الوبائية ويصد مصادر الامراض والميكروبات الموجودة في الجو، الموجودة في العليقة، الموجودة في جو العنبر، الموجودة في المية اللي ممكن تسبب له امراض. من ضمن الفوائد بتاع البصل ان هو بيعمل كمضاد للأكسدة، مضاد للأكسدة ان هو بيساعد الطائر ان هو بيتخلص من المواد المؤكسدة اللي هي الفري راديكال، اللي هي بتبقى ناتجة من التفاعلات الكيماوية داخل جسم الطائر، ناتجة من العلف الملوث، من المية الملوثة، من الهواء الملوث. فطبعا الحاجات دي بيبقى فيها مواد ضارة، فبتعمل حاجة اسمها فري راديكال او مواد مؤكسدة داخل جسم الطائر. المواد المؤكسدة دي بتدمر الخلايا بتاع جسم الطائر، بتدمر الأجهزة، بتدمر كل الأعضاء الداخلية الموجودة في جسم الطائر. البصل ده بيعتبر مضاد للأكسدة، بيساعد الطائر إن هو بيتخلص من المواد المؤكسدة الموجودة في جسمه، فبالتالي بيعود على صحة الطائر في النهاية وبيعود على مناعة الطائر إن هي بتبقى قوية في النهاية، فبالتالي بيساعد الطائر إن هو بيتغلب على الأمراض وبيدينا طيور
أوزان كويسة في فترة قليلة مع معدل تحويل للعلف كويس. وأيضا البصل فيه نسب كويسة جدا من الأملاح المعدنية، يعني فيه نسبة عالية جدا من الفوسفور والكالسيوم، فده بيساعد على تكوين العظام خصوصا في الكتاكيت الصغيرة. برضو فيه نسبة عالية جدا من السيلينيوم الطبيعي، السيلينيوم ده بيساعد على زيادة الخصوبة في قطعان البياض وفي قطعان الأمهات، بيزود خصوبة الذكور وبيزود خصوبة الإناث، فبيدينا بيض مخصب وبيعلي نسبة الإخصاب في البيض. يبقى دي كانت بعض فوائد البصل. طب إيه هي الجرعات اللي إحنا بنضيف بيها البصل وبنضيفه إزاي؟ البصل عشان نضيفه إحنا بنضيف مسحوق البصل الجاف، مسحوق البصل الجاف اللي بيبقى موجود عند العطارين، بنضيفه بمعدل 5 جرام لكل لتر. 5 جرام لكل لتر يضاف على المية، وممكن نضيفه على العلف برضه بمعدل 5 جرام لكل كيلو، 5 جرام لكل كيلو علف، يعني بنضيف 5 كيلو على الطن أو بنضيف نص كيلو على 100 كيلو أو معلقة صغيرة كده على كل كيلو. نفس الوقت ممكن ينضاف على المية، مفيش منه مشكلة، بنضيفه طبعا جرعة واحدة أو جرعتين في الأسبوع بالكتير، لكن ما بنزودش في استخداماته لان هو ممكن يدينا نتائج عكسيه. الاخر يفضل ان احنا ما نزودش عن الجرعات اللي انا قلتها دلوقتي، 5 جرام لكل لتر او 5 جرام على الكيلو معدل مره او مرتين بس في الاسبوع، لان هو ممكن يدينا نتائج عكسيه، ممكن يعمل تهيج في الاغشيه المخاطيه، ممكن يعمل اسهالات، ممكن يعمل قيء، وده طبعا بيقلل استهلاك العلف وبيسد نفس الطيور عن الاكل، فبالتالي هينعكس ان هو بيقلل الاوزان في النهايه. خلاصه النهارده احنا عرفنا مسحوق البصل وازاي بنضيفه للدواجن، وعرفنا فوائده، عرفنا ان هو بيستخدم كرفة المناعة، وعرفنا ان هو بيستخدم كمضاد للاكسده وبيحسن الانزيمات الهضم ويعتبر مضاد حيوي طبيعي، فيه طبعا فوسفور وكالسيوم بيساعد على نمو العظام، وفي سيلينيوم طبيعي بيزود الاخصاب في قطعان البياض وقطعان الامهات. وعرفنا الجرعات بتاعته. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ده عجبكم. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا الجديده، ولايك للفيديو وشير لو حسيت ان غيرك هيستفيد بيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.